ومرة تانية رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل، وزي ما قلنا لكم هنتكلم عن موضوع يهم عدد كبير جدا جدا من المصريين. وعشان الكلام بقى متناقض ومتضارب عن مرض انفلونزا الخنازير، او زي ما الدكتور صلح لي بيقول لا دي انفلونزا موسمية مش انفلونزا الخنازير، سواء الانفلونزا دي رجعت بنسبة مرعبة بتهدد بوجود وباء ولا لا، او بنسمع كل يوم عن نسبة وفيات، هل هي نسبة صحيحة ولا لا، حقيقية ولا مش حقيقية، هل اللي ماتوا واعلن عنهم ماتوا بسبب هذه الانفلونزا ولا برضو الاسباب تانية. طبعا النهارده نقول ان احنا معانا الجمل والجمال. نرحب بالدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعه والتحاليل الطبيه وزميل الاكاديميه الامريكيه للمناعه. اهلا بيك يا دكتور. والاستاذ دكتور ناصر عبده، مستشار وزاره الصحه للانفلونزا والعنايه المركزه وطب الاطفال. منورين الدنيا. يعني زي ما قلت للمشاهدين الجمل والجمال، هنتكلم النهارده عن مخاوف المصريين، عن الحالات اللي بنسمع عنها كل يوم وبتنشر في الصحف من اصابات وللاسف وفيات، ونعرف من حضراتكم هي مصر بتواجه ايه تحديدا دلوقتي. نبتدي بمين بقى؟ اتفضل. يعني هو يعني مش شايف الحقيقه انه هناك داعي لهذا القلق الشديد. يعني الانفلونزا عادي بشكل عادي، هي فيروس بيصيب البشر كل سنه. نعم، بس في وفيات يا دكتور. ما هو في الولايات المتحده حضرتك تعرفي ان ممكن في نسبه تتراوح ما بين 3 إلى 36 ألف شخص بيموتوا من الانفلونزا كل سنه. بس من كم نسمه؟ من كم مليون؟ معلش، ما هو القاره الامريكيه. اوكي، بس يعني لما هتشوفي بيموتوا كمان ساعات من شده البرد. لا، ما هو النقطه ايه هنا؟ كمناخ. النقطه انه فيروس الانفلونزا ده فيروس لو اصاب الناس، في نسبه قد ايه منه بتتحول الى التهاب رئوي، وفي نسبه قد ايه منه بتدخل المستشفى، وفي نسبه قد ايه منه بتتوفى. هي دي النقطه، انه ليس الفيروس اللي بتاع السنه دي هو نفس الفيروس بتاع السنه اللي فاتت اللي هو H1N1، وهو نفس الفيروس اللي موجود في التطعيمات. يبقى انا لما اللي بدا من 2009 بالزبط. اللي بادئ اسمح لي بس يا دكتور عشان يكون مشاهدينا تابعين معانا، بس نقطع لهم الارقام من 2009 لحد النهارده حسب طبعا ما ينشر رسميا عن وزاره الصحه. المفروض ان احنا من نرجع بالذاكره شويه، هنلاقي ان حوالي 16,622 مواطن اصيبوا بالانفلونزا دي خلال موسم الشتاء 2009-2010، وبعدين اصيب حوالي 2165 في موسم شتاء 2011-2010 او 2010-2011. طبعا هو واضح ان كده الرقم بينخفض كل سنه، انما مازال رقم كبير، لان الرقم اللي احنا واصلين له النهارده ارتفاع حالات الوفاة، احنا بنتكلم على 2014 ل 24 حالة وإصابة حوالي 192 شخص. في انخفاض في الأرقام لكن مازال احنا مش فاهمين من 2009 لحد النهاردة ليه ما بنسمعش عن الفيروس ده في الدول القريبة مننا؟ ما سمعناش عنه في ليبيا ولا في السودان ولا في الوطن العربي، وبنفول يعني، بس اشمعنى في مصر المرض ده عمال يعني يظهر كل سنة في نفس التوقيت تقريبا؟ في العالم كله بيظهر، في العالم كله. وإذا كان هناك ما فيش وسائل رصد في الدول دي فده لأنه هنا في وسائل رصد بتستطيع أن هي تعمل المسألة دي. النقطة المهمة إيه؟ أنه لو حضرتك حسبتي مثلا، أنا لسه كنت ببص في CDC Weekly Report اللي بيطلع كل أسبوع عن الإنفلونزا. السنة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات ده مثلا عملوا أكتر من 9500 عيانة. يطلع منهم كام؟ 21% إيجابي. خلاص؟ ال 21% إيجابي كم منهم دخل مستشفى 8.8 بسبب التهابات رئوية؟ يعني لو خدت النسبة العامة اللي راحت على العيادات الخارجية والحاجات اللي زي كده هتلاقيها من 3-5%، يعني نسبة الإنفلونزا. ف 3-5% في 250 مليون زي ما حضرتك بتقولي هتلاقيها نسبة مش قليلة. فالجزئية إن الإنفلونزا في فرق بين ان هي تكون جائحة او حاجة متغيرة او فيروس جديد متحورة. هي في نوعين من التحور، تحور بيبقى بسيط كل سنة، وكل كام سنة يتغير بطاقتها الشخصية وتغير جلدها وتعمل وباء كل يعني عشرات السنوات، زي ما حصل في 2009 كده آخر وباء. فهي مسألة زي ما حصل هنا في مصر، هنا في العالم كله على مستوى مصر. العالم لكن في مصر كمان كان رقم مخيف. فاحنا الحقيقة يعني أنا نمرة واحد، التطعيم موجود متوفر، التامي فلو أو الحاجة اللي موجودة هنتكلم طبعا أساليب العلاج والوقاية دكتور، بس يعني ده